بسم الله الرحمن الرحيم. توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير القدير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عام. معروف أنه حسن يوسف اشتهر في بداية حياته الفنية بلقب الولد الشاي، تعرف عنه خفة الدم، وكان متزوجا من الفنانة المعتزلة شمس البارودي. من الأدوار المهمة جدا لحسن يوسف في كبر، ودور في مسلسل زي مثلا إمام الدعاء، ودور في مسلسل زي زهرة وأزواجها الخمسة، وكذلك ظهر في مجموعة من المسلسلات والأفلام طبعا المشهورة جدا في فترة الستينات. وحسن يوسف مش بس اشتغل كممثل، لكن أيضا اشتغل مخرج في فترة السبعينات تحديدا، وأخرج عدد من الأفلام اللي هو نفسه قام ببطولتها وجمعته في الغالب مع زوجته المعتزلة الفنانة شمس البارودي. من المعروف أيضا عن حسن يوسف إنه هو اعتزل الفن قبل سنوات طويلة، يعني فضل معتزل فترة طويلة بعد التزامه الديني هو وزوجته الفنانة شمس البارودي. وعلى الرغم من ان شمس البارودي هي اللي سبقته في هذا المجال، الا انه لحق بها والتزموا الاثنين ورب دانه وتحول الى رجل معتزل وعاد الى الفن في ادوار قليلة وبشكل يعني في نوع من انواع القلة الشديدة في عدد الافلام والمسلسلات اللي شارك فيها. ما اشتركش في افلام من ساعة عودته من الاعتزال، لكن اشترك بس في مجموعة من المسلسلات ذكرنا عدد منها. حسن يوسف كمان كان بيظهر طبعا في البرامج في الفترة القليلة الماضية، ظهر في أكثر من برنامج وكان ليه تصريحات حقيقة مثيرة للجدل، واشتهر بأن هو بيقول الحقيقة ويتكلم الصدق ويقول دايما تصريحات فيها نوع من أنواع الجرأة والمكشفة. حسن يوسف له ابن هو عمر حسن يوسف، وهو ممثل أيضا، لكن برضو ممثل مقل جدا في أعماله. شكراً.